وصية زيد ابن علي لابنه قال: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك. إذا قال قائل: كيف أتمكن من ترك ما لا يعنيني؟ يقال: إنما تتمكن من ترك ما لا يعنيك بشغل وقتك فيما يعنيك، لأنك إن لم تشغل وقتك فيما يعنيك انشغل وقتك فيما لا يعنيك. فالطريقة السليمة الصحيحة لاشتغال المرء أو لبعد المرء عما لا يعنيه بأن يشغل نفسه فيما يعنيه. قال: فإن في ترك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، أكبر عون لك على ترك على إدراك ما يعنيك أن تترك ما لا يعنيك. وهذا يفيد أن اشتغال الإنسان بما لا يعنيه يفوته تحصيل الخير مما يعنيه في دينه ودنياه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. واعلم أنك تقدم على ما قدمت، تقدم على ما قدمت أي الذي تلقاه يوم القيامة هو الذي قدمته متقربا به إلى الله، ولست تقدم على ما أخرت، يعني الأموال والتجارات والأملاك وغير ذلك. إذا لم تقدم شيئا منها لله لن تقدم عليه، لأنه ستترك في الدنيا وينتهي، ينتهي أمره في الدنيا ولن تقدم عليه يوم القيامة. يقول الإنسان: مالي مالي، وليس مال الإنسان إلا ما قدم. الشيء الذي قدمه لله وتقرب به إلى الله وبذله في سبيل الله هو الذي يلقاه يوم القيامة. أما بيوته وتجاراته ومزارعه وأملاكه كلها لا يقدم عليها يوم القيامة إن لم يكن قدمها لله وبذلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولست تقدم على ما أخرت، ما أخرت، والمراد ما أخرت يعني ما تركته في الدنيا لم تقدمه لله سبحانه وتعالى. فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا، آثر ما تلقاه غدا أي مما قدمت في سبيل الله على ما لا تراه أبدا، أي إذا مت لن تراه أبدا، لأن ليس لك من مالك إلا ما قدمت. نعم.